الكومنتري اول فلوق كما كنتو عتكون البارح في الكومنتري غادي ندير فلوق اليوم ان شاء الله واللي مره كنصور فيه ان شاء الله غنلوح لكم حتى يعني على حساب اليوم غادي تلحني هي اليوم هي الحد يتلح ان شاء الله ندير فلوق اليوم ان شاء الله يكون اول فلوق ان شاء الله في شين ونتمنى الدراري يلقى شي تفاعل مزيان باش كنزيدو دي فلوق ان شاء الله بحالكم الفلوق اليوم الدراري غادي يكون ان شاء الله ما غادي نمشي لشي معرض ولا شي حاجه غادي نخرج ان شاء الله الويكاند نقول لكم اش كندير الويكاند يعني غنمشي لواحد البارك ديال السبور هذا واحد البارك ديال السبور يعني كيديروا فيه السبور وكيديروا فيه بزاف د الحوايج كدير فيه كاين في بلاصه الميسكراسي وكاين في بلاصه التنس في راتير راس غاز ومهم بزاف د الحوايج يعني ونهضروا في نفس الوقت كون غادي كنهضروا وتوريكم طريقه ونوريكم بزاف د الحوايج راكم طلبتوني بزاف بزاف على لي فلوق وما عمري درت شي فلوق يعني عام وانا خدام شي ما عمري درت شي فلوق تخيل حشومه كاع حتى في المعاوده المهم ان شاء الله في الفيديو اليوم الدراري كما كتشوفوا غنوريكم انتما مجد السبرديله ديالي ها هي هنايا السبرديله وها الصبايات هادو واحد الصبايات ديال الميسكلاسيون زوينين يعني عزيز انا حق عزيز ليا الدراري الميسكلاسيون يعني داكشي ديال الحديد ونطريمو لانني فاش كنت في المغرب كنت كنتريني في الكونتاكت وتريني في الحديد ودوزت تقريبا كاع الرياضات دوزت ما خليت حتى وحده مع هذا التيكواندو والكاراتيه ما دوزتش فغادي نمشيو للتريمو يعني التليفون كيتشارجا دابا هنا عندك هنايا ها هو بيبي شحال واحد شحال واحد بلاتي 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 الله ستموت والله شحال واحد قال لي كتقلد سكوزا انا من هذيك المباراه كنقول لكم الا قلدت سكوزا راه شيري هذاك عزيز يعني بيبي عزيز عليا واخا نقلد سكوزا فيه شي حاجه ما فيها والو يعني عزيز عليك واحد الشخص كتقلدو راه شرف ليه وشرف ليك انا نقلد سكوزا ولا نقلد اي يوتيوبر يعني ما فيهاش حنا في المغرب عندنا واحد القضيه كيشوفوك مثلا درتي شي واحد تيقول لك وحماد كتقلد هذا ولا قلدتي راه ماشي عيب تقلد شي واحد فهمتي ماشي عيب بيبي عاد بيبي اصلا عزيز عليا انا نوريكم قلت لكم عندي ثلاثه بيبيات مرحبا بكم عندنا كنصور هذا الفلوق الاول كما كتشوفوا انا نوريكم زوج الاخرين شوفوا جوج الاخرين هابي بي في الموف وفي الصفر اللي ما عرفتش تجيب لكم لا المهم عندي هادو فماشي عيب اني نقلد لا قلت كلان فيها شي حاجه لانه عشيري وتحيه ليه من هذا المنبر تحيه سكوزو تحيه كاع لي فان اللي كيتبعوا المهم الدراري غادي نخليكم غادي نلبس حوايجي بعدا نلبسوا هاد السبرديله ونلبسوا هاد لاخص بايس بقاو معايا ما تشوفين فوالا الدراري حنايا دابا ركبنا الصبايط كما كتشوف حقات الصبايط هادو زوينين شوفوا كي دايرين هادو علاش هاد الباندا اللي فيهم هنايا هاد الباندا اللي كتلوى عليد باش ما كتشفك لكش اليد مثلا كنتي كتري الميسكلاسي ولا شي حاجه ما كتشفك لكش اليد فوالا دابا الدراري المهم لبسنا داكشي المهم تخف الصبر ديال اخوكم وداكشي انتم مسربس خوكم داكشي غادي نمشيو الدراري غادي نحاول نقطع عليكم هنا غادي نركب في الطوموبيل ونصور لكم داكشي نصور لكم الطريق ونشوف تما نصور لكم الرحله كامله ونتمنى الدراري الفيديو ديما يعجبكم اول فلوق ان شاء الله مش قايزين ندير فلوق بحالكم ما اي رحله درتها ولا اي حاجه ملي يكون فلوق يعني ما بقاش ديما يلي جو لي جو ماشي بقاوش ديما يراد الفاسي فاسي العصير هنا العصير هنا العصير ضروري نفلوق شويه ان شاء الله وندير شي فلوق ونشارك معكم تجربه يعني كي كنعيش في الحياه ديالي بقاو معايا ما تشوفين ليتس جو المهم الدراري دابا حنا شادين الطريق نحاول ندوركم باش تشوفوها انتما كيبان لكم المهم شادين الطريق غادي نمشيو لديك البلاصه ان شاء الله الدراري وغادي نصوركم تما وتشوفوا ان شاء الله داكشي داكشي الشاجه زوينه هذا البارك زوين داكشي ديال السبور الناس ديال الميسكلاسيون داكشي عندهم واحد البلاصه تما واعره انا بلاصه الميسكلاسيون اللي كتعجبني تما المهم ندوركم الطريق الدراري تشوفوا فوالا هادي هي المدينه شحال ما تصدع عليك يقول يا خويا خالد ورينا المدينه اللي كتسكن فيها دير لنا شي فلوق دير لنا شي حاجه نشوفو ها انتم يلاه درنا نخرج داير بحال المغرب بلا ما نزيدش تشوفوا الدراري ها انتم المغرب واحد الشيء غادي يتلاقى مع السوسي هنا حل انا كنضحك معكم ها انتم الحديد شوفوا البي ام شوف ها انتم شوفوا الحديد واحد ها انتم 51 البلاكه راه ما كاينش فرنسا فراسك والله الحديد اللي كاين في المغرب راه ما كاينش فرنسا كما قالت الوالده ني المهم انتم شوفوا الكره راه التيتيز كتسولوني على التيتيز ورينا الكوريات فيسبوك ورينا الكوريات انتم نصو عند خوك غادي نوريكم القوم
احنا وصلنا الدراري دابا لذاك البارك اللي قلت لكم. هاكي الدندور ديالكم تزدك شي غير بصبعيات بدا فيه صداع. المهم احنا وصلنا الدراري للبارك كما كتشوفوا، بارك حقا زوين. شوفوا شوفوا هذه الطوبوغان هنا غنوريهم لكم. شوف دوك ديال لابيسين، شوف هذا واحد لابيسين الدراري هنا باش المهم نرقمش معكم زريبه واش طاح ليا. هذا واحد لابيسين الدراري هنايا ديال واعر واعر فيه لي طوبوغان كتنزلق منهم. ديجا ركبت فيه كتخليه بشي تقريبا ما كملاش 100 درهم. هنايا فهاد جاي كاين واحد البارك دو سبور كبير، حنا ندخلوا ليه راه تخليه مليح، تقدر تخليه حتى من هنا الا بغيتي، مي غندخلوا حنا من الاحسن باش تشوفوا داكشي. المهم بقوا معايا الدراري، غادي نعيشوا تجربه ان شاء الله زوينه اليوم. نتمنى تكون عجبكم الفيديو اليوم الدراري، نحاول ندير شي مونتاج يكون غازلوس وداكش دادوا. يلاه الدراري ليتس جو. المهم حنا غاديين الدراري دابا كما كتشوفوا شادين الدخله، الدخله ديالو من هنا مكتوبه فيه بارك دو بيربينيون. واحد البارك كبير حقا وزوين هانتوما. اوبلا هذا واحد البارك راه هي مكتوبه لي بلاتي زوم لكم باش تشوفوا، بارك دو سبور فيل دو بيربينيون. حقا بارك زوينه، كاينه الدخله هنا ولا الدخله من لهيه، ندخلوا ليه وتشوفوا داكشي معنا. لو كاتالان هانتوما شوفوا 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 هي المدينه اللي كنسكن فيها الدراري. او وجه الدق، شو داك وجه الدق هذاك؟ هذاك من الناس ديال لولا هذوك، عرفتي دوك الناس كيلعبوا ليغ اوف ليجندز داك الجيم. انا ما عنديش مع هاد الدراري ماشي. المهم حنا ندخلوا الدراري باش تشوف. هانتوما كاين باكي الفولين، كاين الهوند، هوند بال، كاين كلشي هانتوما. الدخيله هانتوما الخريطه ديالو، شوف الخريطه ديالو قداش. حنا غادي لا راه الا جات لهاد الجهه، جات لهاد الجهه شي ما بين هاد جوج شجرات سير نيشان غادي تخرج فيها. كاين هنا التيرانات ديال التينيس، هنا فهاد الجهه كاين تيران ديال التينيس وهنا كاين تيران ديال التينيس. المهم هادو شي ربعه ديال التيرانات ديال التينيس، كاين تيرانات غازو لهاد الجهه وبزاف د الحوايج. حنا غادي دابا شادين الطريق. هانتوما شوفوا تيتي، شوفوا نوريكم تيتي زاد خاطر ال 20. هانتوما ما عرفتش غيبان لكم ولا لا، راه تيتي مع الوالده ديالها صافي. واو هادشي عاقل خاوي اليوم مزيان، كيعجبني يكون خاوي. عرفتي شي مات كيكون عامر هنا. واو واو خص الحق الدراري في المغرب يدار شي بارك بحال هذا والله. عرفتي الا دار شي بارك بحال هانتوما الدراري هنايا كاينين تيرنات ديال التينيس ديال الباسكيت. هانتوما شوف التيرنات كي دايرين، شوف داكشي حقا واعر. غير اجي وجيب التينيس والراكيطه ديالك ودخل تلعب، ما كاينش اللي يهضر معاك. تيرنات ديال الكره ايضا، جيب كره دخل ولعب، ما كاينش اللي يهضر معاك. يعني ما كاين لا خلص لا لي فري لا والو. هادشي حقا زوين. هنايا التيرنات ديال التينيس كاين هنا في الوسط السكين، الناس اللي عزيزين لهم السكين كاين لهاد الجهه راه ولهاد الجهه ايضا. لان في القنت كاين بلاصه الميسكيلاسيون، حنا غادي انا غادي لبلاصه الميسكيلاسيون دابا. هانتوما غادي تشوفوها معايا واحد بلاصه الميسكيلاسيون زوينه بزاف الدراري كتريني فيها وكذا وتربي. هي فاش ربينا الفورمه هادي وليها لو ديبار، كتبدا ديبار من الهيله بغيتي تجري. راه واحد البرا بحال هادي في الزرق اللي هزبك بحال في البيض كاينه وفيها صباغ البيض، كتبدا كتجري تسخن. بعد ما كتسخن اجي ضي ديال الميسكيلاسيون مع راسك كيمشي. حقا هادشي باش كيعجبوك هاد الاوروبيين كيديروا شي حوايج فابور ما كاين ما تخلص. حنا كتخاشوا هاد البارك بحال هذا يقولك خلص 10 اورو باش تابونا. شوفوا انا كاين كاع لي ماشين ديال سميتو ديال الجرا، كاين هادي ديال كتربي الاخر طورسو لي لي كويس لا ماشي يقول لهم هذا ديال الركبه. هنايا هادشي كامل هاد لي زاباري كاملين، وهنا التعليمات كيدير تستعمل وين ماكش كتعرف كل اله لاش خاصها. شوفوا الكور باش كيف شوف هانتوما شوفوا وجه الدق قال كيتريني. المهم الدراري غادي نحاولوا نترنيو دابا وبقاو معايا، نحاولوا نسخنوا شويه ونديروا شي لونطريمون خفيف.
مزيان تحركات الدراري كوم تبقاش ديما يلعب اللعب ولا مزيان بعد ما يخرج شويه ويعني يحرك شويه ديال لي زوبدومينو ويحرك شويه. دابا وصلنا المهم راه هو داك البلاصه اللي قلت لكم راه هي اللي تنضوكم باش تشوفوا كاين لهاد الجي. دابا حنا خرجنا فواحد اللاك الحقيقه والله ما عمري طاح لي هاد اللاك انه كاين في هاد البلاصه. شوفوا واحد الواد كيدير دايرينه شوفوا شوف هكا لاك زوين كليسه واعره هنايا الحقيقه شوف لا كليسه هنايا كاينين الفكار فيه شوفوا الكرن راه حنا في المغرب كون كلاوهم ولا ماشي يديروا بهم هنا يدير واحد اللاك هكا كليسه زوينه هنايا شوف كيديرها. دابا حنا الدراري غادي نمشيو لديك البلاصه راه هي اللي هات انا موف كنجي لها كنجي لها من اليوم ما عمرني شفت هاد اللاك الحقيقه كنظن بان ما عمرني شفت والله الا اول مره كنشوف هاد اللاك. نشرب واحد شويه الدراري شوفوا شوفوا كيفكروا في الناس داير لهم سقايات وسط وسط الاخر باش الا جاك العطش تقدر تشرب. هاد التيره اللي قلت لكم الدراري كاين هاد التيره هنا شوف كي داير واعر اربعه اللي كاينين كاين واحد جوج ثلاثه اربعه اللور اللي هات. المهم دابا حنا الدراري غادي نخرجوا في ديك البلاصه راه هي اللي هات غادي نمشيو نضربوا شي دابا فيكس فيها ان شاء الله ونقضيو شي شويه ديال العنطريه موت هي فيها. حركنا اليوم الدراري غادي نمشي من دك دك للدار فيها مزيانه الدراري. المهم الدراري دابا حنايا ترينا غنرتاحوا واحد شويه هنايا ندير واحد البركه خير بركه عليا الدراري حقيقه راكم شتو هادشي كيدير حقيقه زوين بزاف يعني هادشي كيديروا هنا يديرين فابور اجي تريني يعني كيديروا هاد الكوراد وكيفكروا الناس يعني باش يجيو يترينوا ما كيديروهمش شي بلايص ديال السطيح ولا داكشي ديال المهرجانات يخسروا فلوس ايوا ما دير مهرجان تخسر فيه فلوس ملاير ولا ما عرفتش شحال. صافي واحد البارك بحال هذا شوفوا كي داير فيه بلاصه الدراري الصغار فيه كلشي يعني كتستافد يعني الدراري انا كيعجبني هذا البارك هذا انا كنجي تريني فيه يعني فاش كيكون عندي الوقت مثلا ما كاين ما يدار وما كندير لا فيديو تاولو كنجي نتريني هنا الدراري يعني كراكم شتو داكشي زوين فيه بلاصه كاع لي ماتيريال تقريبا كاين ديال انطريمو ديال السدار ديال شحال حاجه. فهاد المكان الدراري في الفلوق اليوم ان شاء الله يعني كان واحد داخل قلت هاد الفيديو ديال نسميه يعني كيفاش كنقضي الويكاند ديالي يعني مثلا الويكاند ديال السبت ولا الاحد كي كندوزو يعني كنجي كنترين هنا راكم شفتوا داكشي حاجه زوين. فشكرا لكم الدراري وشكرا على الدراري اللي كيدعمونا بعدا غادي نهضروا عليكم شويه شكرا الدراري اللي كيدعمونا يعني كيقولك راك خالد راك غادي مزيان واحد الدرجه عندي عقل شي يومين هادي قال لي خويا خالد خاصك شي جيم نعطيه فرحت والله كنقول الحمد لله كاينين دراري كيقولك زيد كمل خاصك شي حاجه نعاونوك فيها. فشكرا ليه من هذا المنبر هذا سميتو سيمو تحيه ليه من هذا المنبر وتحيه لواحد الدري سميتو صولو حتى هو يعني من الناس اللي كيتابعوني كيشجعوا اخا جلسه زوينه انا شوفوا شوف تو الربيع والشجر فوقك الله يحضر السلام يلا ارينا كلا يلا حتى شي خطره الدراري ونجيو نديرو شي فلوك في التيران هذا اللي هنايا شوف هذا راه التيران زوين كازو داك الشيء عرفتي كتلعب فيه كتحس راسك بحال لعب في البرنامج ديال الفاصلة داك الشيء واعر بيس او بيس نرجعو دابا الدراري من هنا اجي هو من هنا احسن من هنا قريبه من هنا قريبه من هنا العكس وصافي سيري تما اوه والله عرفتي ماما تريت واحد شويه حسيت بيدي الاخر عيا ومقف فيهم ومقاش فيهم الجهد مده ما حركتش داكشي باش فاش كتكون مده ما كتحركش الدراري وكتجي كدير ميسكيلاسيون النهار اللي كيدروك الاخر ما فاش جوج كيلومتر جوج كيلومتر غادي الطريق راه كاين دي باركين ملاه راه غيتولوا مهمين الدراري والله ما قدرت نهز الكاميرا بالله انا زاب الكوش ما قدرتش نهزها بهذه. دابا حنا غاديين يو حنا رجعنا الدراري واخيرا وصلنا. المهم الدراري حنا وصلنا دابا للدار حتى مابقاش نهز الكاميرا عرفتي معاه كتكون مده ما ترينيتيش ومشيتي وترينيتي كتحس بهادو الله يحفظ السلام. المهم الدراري باش ما نطولوش باش ما يكونش الفلوق طول بزاف ودوزو الا كان طويل يعني حاول نقصرو اكثر ما يمكن اختصرت الحوايج بالقطع. فكما شفتوا الدراري نتمنى لكم يعجبكم الفلوق ما تنساوش الدراري دعموا لايك ما كرهش هذا الفلوق غادي يضرب واحد 1000 لايك وتوصلوا عندكم تقدروا تطلع ان كاين تقريبا حوالي حنا غادي 40000 مشترك الحمد لله وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. دابا كما كتشوفوا راني بنوصي انتم بنوصي البروغرام ادوب راني بديت في المونتاج ديالو ان شاء الله غادي نمونطي. فشكرا لكم الدراري وتحياتي لكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفلوق ان شاء الله بعدين قدام يكون الفلوقات يعني من تسرى الصيف كاينين دي جيم ان شاء الله ونزاد جديد. شكرا لكم وشكرا للدراري اللي كيدعموا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله راكم عساس